اهلا وسهلا بكل اصحابي في كل مكان. انا ليلو شو هتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وهي الحاله النفسيه اللي احنا كلنا فيها. لازم يا اصحابي ناخد بالنا من حالتنا النفسيه، والاب والام نفس الكلام لازم ياخدوا بالهم من حاله اولادهم النفسيه. خلينا الصراحه جدا وواضحين مع بعض، مفيش حد عنده تصور شكل العالم هيبقى عامل ازاي بعد كورونا. بعد كورونا ممكن يحصل ايه؟ محدش عارف، محدش في أي دولة في العالم عنده تصور ممكن يحصل إيه، شكل العالم هيتغير إزاي. لازم إحنا بقى نتعايش مع الوضع اللي إحنا فيه وناخد بالنا من صحتنا وأولادنا، ولازم نقعد في البيت. فعلا قرار الحكومة قرار صحيح وسليم، اللي زعلان يزعل، اللي متضايق يتضايق، اللي شايف نفسه خسران هو حر. كل الناس خسرانة، بس نخسر فلوس ولا نخسر حياتنا؟ يا رب الفيديو يعجبكم وكل الناس تعملوا شير عشان الكل يستفيد. انا ليلو. عشان تشوفوا كل فيديوهاتي بسرعة اعملوا لايك للفيديو وكمان اشتراك للقناة، وكل اصحابي يفعلوا الجرس. انا ليلو.